بدءاً أنقل لكم تحيات عاطرات زاكيات من لدن سماحة السيد المتولي الشرعي، وكذلك دعاءه لكم جميعاً بالتوفيق والسداد من أجل الإسهام في خط البحث العلمي. يعني حركة السير التربوي التعليمي تسعى العتبة العباسية المقدسة إلى الإسهام فيه دائما لرعايتها مجال التربية والتعليم، هذا أولا. ثانيا، ما حصل بسبب ظروف الجائحة التي شتتت هذا الخط وكادت أن تغير مجراه، سعت العتبة العباسية المقدسة إلى حث مؤسساتها إلى ضرورة إيجاد وسائل بديلة. هذا المؤتمر هنا يسعى إلى أن يبقي على جدوة البحث العلمي متقدة فتيل هذه الجدوى، يبقى كما كان أو في أقل تقدير المحافظة عليه، لا سيما أن الظروف دعت إلى التباعد. لذلك جاءت نسخة هذا المؤتمر بنمطين من التواصل، ولهما الحضوري والآخر عبر الأثير بسبب كثرة البحوث المشاركة سواء من داخل العراق أو خارجه. وهذا يعني ملحظ يسجل لجامعة الكفيل أن استقطبت هذا العدد الكبير من الباحثين، وهو مؤشر ربما يكون فريد في سنوات الحظر هذه. قدمت محاضرة على أساسيات تصميم المنهج، وطبعا المنهج ليس خاص بكليات المجموعة الطبية وإنما بصورة عامة المبادئ العامة لتصميم المنهج. حقيقة المؤتمر منظم جدا ورائع جدا في مكان رائع جدا، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفق القائمين على هذه الجامعة بالمزيد من التوفيق لخدمة أبنائنا الطلبة، وإن شاء الله يكونوا خريجين بمستوى ما يحتاج المجتمع، وجزاهم الله خير الجزاء. جامعة الكفيل مؤتمرها العلمي الدولي الثالث بمشاركة 14 دولة من خارج العراق، هي المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين وباكستان وبيلاروسيا والهند وأستراليا وكندا ومصر والمغرب، فضلا عن العراق ممثلا ب 29 جامعة حكومية و 19 جامعة وكلية أهلية، بالإضافة إلى 6 وزارات، منها وزارة الزراعة ووزارة العلوم والتكنولوجيا ووزارة النفط ووزارة الصحة ووزارة التربية، بالإضافة إلى وزارة التعليم العالي. كل هذه المؤسسات والوزارات أسهمت بشكل كبير جدا في إثراء الجانب المعرفي والعلمي وتقديم حلول علمية لبعض المشاكل التي يعاني منها المجتمع في القطاع الصحي والهندسي، فضلا عن قطاع العلوم الصرفة وفي كافة تخصصاتها.